رئيس مجلس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية وتحريك المعدات اللازمة لمواجهة آثار سقوط الأمطار. العاصمة الإدارية الجديدة تحصل على جائزة أفضل مشروع عربي لتنمية المستدامة 2021. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده لا تسعى للحرب ويطالب بجدول زمني بشأن الانضمام لحلف الناتو. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول المحافظين بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف ميدانيا على الأرض مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى والإسراع بتحريك المعدات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على سقوط الأمطار بهذه الغزارة، وخاصة كسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطرق لا سيما على الطرق السريعة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع عدد من المحافظين والمسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة، خاصة الأمطار والرياح والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها. وخلال الاجتماع وجه مدبولي بتواجد مجموعات الطوارئ المتخصصة للتعامل مع أي انقطاع للمرافق وكذا فرق الإغاثة على الطرق السريعة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة ما يصدر عنها من تقارير وتوقعات لحالة الطقس بوجه عام، فضلا عن انتظام انعقاد غرف العمليات والطوارئ بالمحافظات على مدار الساعة. تشهد العديد من المحافظات حالة من الطقس غير المستقر وانخفاضا في درجات الحرارة مصحوبة برياح شديدة وتساقط الأمطار الغزيرة، ورفعت محافظات الجمهورية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وتفعيل غرف العمليات بالمحافظات لمواجهة أي مشكلات، كما تتابع غرف العمليات بمختلف المحافظات حالة الطقس أولا بأول للتعامل السريع مع شكاوى المواطنين. هذا وقد توقفت حركة الصيد بميناء البرولوس والبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ لعدم استقرار الأحوال الجوية التي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهطول الأمطار بصورة متقطعة ما بين متوسطة لغزيرة. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق نتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6651 قضية تمونية متنوعة، وضبط 1270 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 6943 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4996 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 45421 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9549 قضية تمونية متنوعة، من بينها
161 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 31,027 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 36 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 625,190 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9,352 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1,252 طن و200 كيلو سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 338,404 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 61,346 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,355 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 209 سائق منهم، كما تم المرور على 114 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 372 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية كافة الحالات، كما تم فحص 257 مركبة، تبين مخالفة 7 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم رفع 644 سيارة و60 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 18,879 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 746 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 86,748 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 72,115,679 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 210 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 119 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها عدد من الأجهزة الفنية المتنوعة، كما تم ضبط 91 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 78,540 كتب دراسية وكتب خارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 40 قضية بقيمة مالية بلغت 205,877,691 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2,438 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,143,114,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11,609,766 جنيها.
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستسعى من خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ COP27 على تشجيع كافة الدول على تعزيز إسهاماتها المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، إلى جانب التركيز على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المناخ، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. بلا شك قوة الدفع الذي تم خلقها في جلاسجو في COP26 يجب أن يتم الحفاظ عليها، ونحن أدركنا أن هذا تعاون بين الحكومات المختلفة والذي يتأثر بكثير من الصعوبات والتعقيدات الموجودة في النظام الدولي الذي يواجه كثير من الضغوط الآن، وهذا ينعكس دائما على كيف تتعامل الوفود مع المواضيع الدولية. كما نعرف نحن نرأس COP27 مؤتمر دول الأطراف القادم، ولذلك نحن سوف نتعاون مع رئاسة COP27 بحيث لا يتخلف أحد عن الركب ويشارك الجميع معنا، وندرك المصالح المختلفة والتنوع في التحديات التي نواجهها، ونتمنى أن نتمكن من التعامل مع كل ذلك من خلال توافق من منظور المسؤوليات المشتركة بيننا. نحن سوف نستمر في دفع الطموح للوفاء ب 1.5 درجة مئوية تقليل في ارتفاع درجات حرارة العالم، ويجب علينا أن نبني الثقة كذلك. كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أن أحد أبرز الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا هو أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجائحة التي تمثل أزمة عالمية تمس كافة الدول، موضحا أن تغير المناخ يمثل كذلك أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة. وفي هذا الإطار شدد شكري على أن التصدي لتغير المناخ ليس مسؤولية مقصورة على الحكومات، بل تشمل أيضا المجتمع المدني بجانب القطاع الخاص، وذلك بالنظر لدوره الهام في توفير التمويل اللازم والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة تغير المناخ. ونحن نتمنى أن الخبرة التي تعلمناها من COVID-19 وتأثيرها العالمي وإدراكنا أن هذه التحديات العالمية يمكن التعامل معها في كل دولة على حدة أو بمعزل عن المصالح الوطنية، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون بين الجميع. نتمنى أن نكون قد استفدنا من هذا الدرس وعرفنا أن التعاون بين الدول هو السبيل الوحيد قدما للتعامل مع هذه التحديات، فكلنا سوف نتأثر سلبا ولدينا مسؤولية تجاه الأجيال المستقبلية للحفاظ على قوة الدفع هذه للتعامل مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ. هذا وأكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني من الاطلاع بدور فعال في الجهود الدولية لتغير المناخ، وهو ما تعمل معه على تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المناخ، وذلك في إطار التحضير لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر COP27. الشباب بالطبع يجب أن نشركهم، فالشباب هو من سيرث هذا الكوكب، لذلك نريد أن نقدم لهم مناخ مستدام، وإلا سوف يتعاملوا مع تبعات لا ندركها نحن الآن بالطبع. لذلك لكل هذه الأسباب نحن نتطلع لاستضافة منتدى الشباب قبل COP27 لكي نحافظ على هذا الزخم وهذا الضغط على المفاوضين. اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في مدينة ميونخ لمواصلة التنسيق والتشاور بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين. وأكد وزراء الخارجية في بيان أن دعم جميع الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يحقق الحقوق المشروعة لجميع الأطراف على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولي. كما شدد وزراء خارجية الدول الأربعة على ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، لا سيما بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم، بالإضافة إلى مواصلة العمل مع جميع الأطراف لتحقيق سلام عادل ودائم بهدف ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي. We'll be right back.
أقر المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الوثيقة التي أعدها البرلمان بعنوان رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن ورفعها للقادة العرب في القمة العربية القادمة بالجزائر. تتضمن الوثيقة كل القضايا والأمور التي تتعلق بالمشهد العربي الراهن، على رأسها القضية الفلسطينية والأزمات اليمنية والليبية والسودانية والصومالية واللبنانية، بالإضافة لمواجهة التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والأمن النووي في المنطقة والأمن المائي والمناخي العربي. وإيمانا منا بوحدة المصير المشترك الذي يتطلب تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك على كافة المستويات، فأننا نقر الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية تحت عنوان رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن، ونرفعها إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة العرب في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 31 والتي ستعقد بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن العالم العربي يمر بمنعطف خطير وتطورات متلاحقة تفرض علينا أن نكون على قدر مسؤوليتنا. وخلال كلمته في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة، أوضح جبالي أن تفشي الإرهاب يحمل تداعيات خطيرة، مشددا على ضرورة تكامل الجهود وتنسيقها لصياغة رؤية عربية لمواجهة الإرهاب. يفرض علينا تفشي الإرهاب والذي يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الأمن القومي العربي أن تتكامل جهودنا العربية وتتحد لمكافحة تلك الظاهرة البغيضة التي أطلت بوجهها القبيح على شعوبنا ومجتمعاتنا العربية. الأمر الذي يستلزم منا نحن البرلمانيين ضرورة تنسيق جهودنا البرلمانية العربية من أجل صياغة رؤية عربية لمكافحة الإرهاب، قوامها معالجة الظروف والأسباب الحقيقية المؤدية إلى انتشاره، بالإضافة لبناء قدرات دولنا العربية في منع ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، فضلا عن التصدي بفاعلية لخطاب الكراهية والحشد والتحريض الذي تتبعه الكيانات والتنظيمات الإرهابية لتجنيد عناصر جديدة للانضمام لتلك التنظيمات الظلامية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس البرلمان العربي السيد عادل العصومي. يعني سيد عادل، برحب بحضرتك، ويعني مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وحصوله على جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة 2021 كأكبر مدينة ذكية بالشرق الأوسط، كيف تتابعون سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وهذا الإنجاز المصري؟ شكرا جزيلا أخي الكريم على هذا الاستضافة الكريمة. طبعا احنا نتابع بكل اهتمام وكل اعجاب المشاريع العديدة والكبيرة الكبرى التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في هذه الفترة، مما يعكس ان هناك إرادة سياسية قوية لانك تكون مصر في مستوى متقدم تحقق كثير من النجاحات العالمية، بما وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الذي بالنسبة لنا كبرلمان عربي نعتبره مفخرة عربية لهذا المشروع من أهم الرسوم كنموذج عربي يحتذى به. لذلك جمهورية مصر العربية الآن تمر بمرحلة أعمار مهمة يقودها بكل اقتدار وبكل كفاءة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي كل اهتمامه لتوفير كل سبل النهضة والازدهار لجمهورية مصر العربية وشعبها العزيز، والبرلمان العربي يدعم كل الجهود التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العربي أو على المستوى الإقليمي والدولي. فجمهورية مصر العربية الآن في مكانة كبيرة تحظى باحترام المجتمع الدولي بأسره لما لها من سياسة حكيمة وخطوات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوات مهمة ستضع
جمهورية مصر العربية في مكانها التي تستحقه. نعم، اليوم أقر المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الوثيقة الخاصة بالعالم العربي بعنوان رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن. يعني برأيك كيفية تفعيل هذه الوثيقة والبنود التي وردت بها والتغلب على التحديات التي يواجهها العالم العربي؟ طبعا الجميع يعلم بأن الوضع العربي وضع دقيق، وضع يحتاج إلى تكاتف عربي وإلى تنسيق عربي للكثير من الأمور، وإنه يعني نمر في منعطفات خطيرة. يجب على الجميع العرب أن يعي بأن المنعطف هذا قد بلا شك سوف لم يسلم منه أحد طالما أن هناك تشتت للأسف على التنسيق العربي. طبعا الوثيقة فيها بنود حوالي 14 بند كلها تتعلق بأمور تتعلق وضع العربي والأزمات والصراعات وكثير من الأمور مثل الأزمة اليمنية والأزمة الليبية والأزمة السورية والأزمة السودانية والأزمة الصومالية والأزمة الأفغانية. نعم. إضافة إلى ما تتعرض لبعض الدول العربية من عمليات إرهابية والتعرض للإرهاب والتدخلات الأجنبية. طبعا تبنت الوثيقة رؤية عام لقضية أمن الشامل في المنطقة. طبعا هناك الكثير من التحديات من ضمنها القضايا المتعلقه بالتدمير والانصدام، التعليم، البطاله، تمكين المراه، حقوق الانسان، استثمار في التكنولوجيا. كل هذه الامور احتوتها الوثيقه. حرص البرلمان العربي ان تكون وثيقه متكامله تعكس الرغبه الحقيقيه العربيه لان يكون لدينا دبلوماسيه برلمانيه قادره على ان تكون في مصاف متقدم تدافع عن القضايا العربية بشكل مؤثر. لذلك البرلمان العربي حرص أن تكون هذه الوثيقة وثيقة شاملة وتعكس الوضع الحقيقي للوضع العربي إن شاء الله. نعم، سيد عادل العصومي رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين على هامش أعمال مؤتمر المناخ للأمن ميونخ للأمن سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات قوات الحوثي بحق اليمن وشعبه. تناول اللقاء أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات قوات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية وتهديدها للملاحة الدولية. من جانبه أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بحماية المدنيين في اليمن، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار هو الأساس من أجل حماية المدنيين. وأضاف الوزير على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بأن المملكة مستمرة في دعم حكومة اليمن الشرعية وحماية الأماكن التي تسيطر عليها. نحن سنستمر بدعم حكومة اليمن الشرعية وسنستمر بحماية المناطق التي سيطرنا عليها، وسنستمر بجهودنا لإقناع الحوثيين مع المجتمع الدولي لقبول وقف إطلاق النار بعد طرحه على الطاولة، وهذه هي المقاربة المناسبة وحقيقة استلامهم لقطع من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والأسلحة التقليدية كما شاهدناها التي وقفتها الولايات المتحدة ودولة أخرى بخلاف لحظر الأسلحة التي فرضتها الأمم المتحدة، وعلينا إيجاد السبيل لحل هذه النزاع، ولكننا ملتزمون بدعم الممثل الأممي. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل 7 إرهابيين في عملية بحث وتنشيط عسكرية بشمال شرقي البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه العملية العسكرية أسفرت عن ضبط 6 بنادق من نوع كلاشينكوف بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة وأجهزة اتصال. وأضاف البيان أن هذه العملية تؤكد على مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد. اتهم
اتهمت روسيا أوكرانيا بإطلاق قذائف على مقاطعة روستوف معلنة وقوع إصابات جراء تلك القذائف. يأتي هذا في حين أطلقت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا جنائيا على خلفية تعرض منطقة في مقاطعة روستوف جنوب البلاد للقصف من أراضي أوكرانيا بعد التصعيد العسكري الحاد في منطقة دونباس. في المقابل نفت الحكومة الأوكرانية رواية روسيا بقصف مناطق في مقاطعة روستوف، كما دعت كييف لتحقيق دولي فيما أسمته بمزاعم موسكو بوقوع قذائف من أوكرانيا على روستوف الروسية. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده لا تسعى للحرب وإنما تسعى للسلام، في حين ترغب روسيا في الحرب والاعتداء على سيادة أوكرانيا. وخلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، طالب زيلينسكي بجدول زمني بشأن الانضمام للناتو، معربا عن استيائه من عدم انضمام كييف إلى الناتو حتى الآن. وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة العمل على تجنب حرب عالمية ثالثة، كما طالب زيلينسكي بمعدات دفاعية لصد أي عدوان على أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى ضمانات أمنية. دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا. وفي كلمة له ضمن مؤتمر ميونخ للأمن، شدد جونسون على أنه من غير الممكن السماح بما وصفه بالتجاوزات الروسية وتغيير حدود أوروبا وباستخدام إمدادات النفط والغاز كورقة للابتزاز بحسب وصفه. وأشار جونسون إلى أن الإجراءات الروسية تشكل مصدر قلق مشروع للجانب الأوكراني، مؤكدا أن الحشود الروسية لن تخيف ولن تثني حلف شمال الأطلسي عن الرد في حال الهجوم على أوكرانيا. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارته إلى ليتوانيا إن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا بدأت في الانتشار والاستعداد للهجوم. أضاف أوستن بأن القوات الروسية تنتشر في مواقع عدة، موضحا أن الجنود الروس يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من تنفيذ هجوم. يأتي ذلك فيما بحث أوستن مع الرئيس الليتواني سبل تعزيز الأمن في أوروبا. ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية. وأعلن الكرملين بأن روسيا أصابت أهدافا بحرية وأيضا برية بصواريخ باليستية وصواريخ كروز في إطار تدريبات نووية استراتيجية يشرف عليها بوتين ورئيس بيلاروسيا. وفي بال له أفاد الكرملين بأن التدريبات السنوية شهدت إطلاق الصواريخ الأسرع من الصوت. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بعد أكثر من 3 أسابيع احتجاجا على قيود كورونا، الشرطة الكندية تسعى لإعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة. واصلت الشرطة الكندية جهودها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة أوتاوا بعد أن أغلق متظاهرون وسط المدينة بالشاحنات لأكثر من 3 أسابيع، وذلك احتجاجا على القيود التي فرضتها السلطات لاحتواء جائحة كورونا. هذا وقد تم اعتقال 4 من المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات وأكثر من 100 متظاهر. كان المحتجون قد طالبوا في البداية بإنهاء القيود المفروضة على الحدود لمكافحة فيروس كورونا، لكن الاحتجاج تحول تدريجيا إلى مظاهرة مناهضة للحكومة ورئيس الوزراء.
أكد وزير الصحة النمساوي فولفغانغ موكشتاين التزام الحكومة بتطبيق التطعيم الإجباري ضد وباء كورونا وتوقيع العقوبات على المخالفين اعتبارا من منتصف مارس المقبل. وأضاف أن التخفيف الواسع على قيود كورونا لن يكون ممكنا إلا اعتبارا من أبريل القادم، لافتا إلى أنه لا تزال القيود في العاصمة فيينا أكثر صرامة، وما زال الأشخاص غير المطعمين ممنوعين من ارتياد المطاعم وأماكن الترفيه. تواصل وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش جولاتها الميدانية في محافظات الجمهورية لمتابعة تنفيذ الوزارة لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي هذا الإطار قامت نيفين القباش بزيارة لمحافظة الدقهلية لافتتاح عدد من المشروعات التابعة للوزارة، فضلا عن تفقد متحف أعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة والذي يحتوي على صور مشاهير وأعلام المحافظة من الأدباء والفنانين والعلماء. المجتمع المدني في المحافظه مجتمع مدني قوي بيقدم الدعم مع المحافظه، بنشتغل في مشروعات قوميه مع بعض. النهارده كنا في بصدد ان احنا نحضر اكتر من نشاط ونتطلع نتفقد انشطه كتير ونشوف ايه اوجه التعاون اللي ممكن نقدر ندعم بيها اهالينا. يمكن لسه كنت بقول النهارده استراتيجيه حقوق الانسان اللي سياده الرئيس اطلقها في سبتمبر 2021 بنشوفها النهارده بتنعكس بشكل مباشر على حياه المواطنين، بالذات احنا معنيين بحقوق المجتمع المدني وبواجباته تجاه الوطن وايضا بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. كان عندنا ثلاث فعاليات النهارده، الفعاليه الاولى كانت مع السيد وزير النقل الفريق كامل وزير تدشين المرحله الثانيه من مرفق النقل الداخلي، وده المشروع الكبير اللي محافظه الدقهليه بتقوم بيه عشان المواطنين في الدقهليه يركبوا وسيله مواصلات امنه في ظل توجهات القياده السياسيه. الفعاليه الثانيه طبعا الزياره الجميله لمعالي الوزير نيفين القباش وزير التضامن الاجتماعي بكل الفعاليات اللي علاقه بالتضامن، واحنا قعدنا عملنا لقاء هناك واتفقنا على حاجات كتير، كل التعاون ما بين المحافظه وما بين وزاره التضامن الاجتماعي والمديريه عندنا في المحافظه. الاحتفاليه الثالثه او يعني الجزئيه الثالثه تدشين وحده التضامن الاجتماعي بالجامعه مع الدكتور الجميل الدكتور اشرف عباس رئيس الجامعه، والجامعه يعني للامانه مع المديريات في تضافر وتعاون مثمر لتحقيق استراتيجيه الدوله توجهات سياده الرئيس اللي هي بناء الانسان المصري، وان احنا نغير الفكره القديمه ونبدا كلنا نشتغل مع بعض ايد واحده. التناغم اللي موجود بين هيئات الدولة المختلفة وإداراتها المختلفة ووزاراتها المختلفة في المستهدف في الآخر هو المواطن المصري، وإحنا طبعا الجامعات يعني عدد طلاب في الجامعات المصرية بيفوق 3 مليون طالب، ودول في مرحلة مهمة جدا في حياتهم، وهم دول القوى يعني دلوقتي هم بيمثلوا كم كبير، وبعد كده هم دول هم اللي هيقودوا البلد، وبالتالي بنائهم بناء جيد ودايما تقديم المساعدة ليهم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدا الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظرا لسوء الأحوال الجوية. من جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، وشددت الوزارة على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقا لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية. هذا وقد انطلقت عملية الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بمدارس 12 محافظة، بالإضافة لبعض المدارس الخاصة في محافظتي القاهرة والجيزة. هذا وينتظم غدا ما يقرب من 24 مليون طالب وطالبة بباقي مدارس الجمهورية بجميع محافظات الجمهورية وكذلك بالجامعات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية.
أطلقت محافظة شمال سيناء خطوط سير أتوبيسات جديدة لخدمة الأهالي والمواطنين في مناطق وسط سيناء، ومن المقرر أن تنطلق الأتوبيسات بوقع رحلتين يوميا كمرحلة أولى لخدمة أهالي وسط سيناء من المواطنين والعاملين بالتربية والتعليم وباقي المصالح الحكومية. وتعد تلك الخطوة نقلة غير مسبوقة في قطاع النقل لتسهيل الحركة والانتقال على أبناء سيناء، مما يدعم التنمية في وسط سيناء. طبعا يعني من دواعي الفخر والسرور ان اليوم النهارده ان شاء الله تعالى بامر الله بيتم تدشين وبدء تشغيل خطوط اتوبيسات المنحه الامريكيه لخدمه المواطن السيناوي وخصوصا منطقه وسط سيناء. طبعا كلنا عارفين ان منطقه وسط سيناء المشروع ده هو بادئ كمرحله اولى بعشر اتوبيسات خطوط كالاتي: اولا خط الحسنه العريش، خط الحسنه نمره 6، خط نخل العريش، وخط نخل النفع. هنا دول أربع أتوبيسات، دول هينطلقوا من الوسط، 2 هينطلقوا من الحسنة و2 هينطلقوا من النخل، و6 الباقيين هينطلقوا من مدينة العريش. طبعا الأتوبيسات كلها هتتحرك من نقطة الانطلاق، سواء من الحسنة هيجي العريش أو من العريش هيروح الحسنة أو نخل والعكس برضو، ومن العريش الشيخ زويد والروضة هيكون الساعة 7 ما عدا الأتوبيس اللي هو هيتحرك، لأن طبعا الأتوبيسين الاثنين الأتوبيس اللي تم توفيرهم للحسنة والنخل، واحد منهم هيجي من الحسنة للعريش هيطلع الساعة 7، وواحد هيجي من نخل اللي هيبات في نخل. يعني النهاردة هنسلم أتوبيسين، أربع أتوبيسات، 2 للحسنة و2 لنخل، واحد منهم اللي هو بالنسبة للحسنة، واحد هيشتغل من الحسنة للإسماعيلية معدية نمرة 6، والنخل نفس الحوار، أتوبيس هيشتغل من النخل لنفق السويس، وواحد هيتحرك من نخل هيجي العريش. والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. أخبار الاقتصاد مع رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكم هبة حسين ومحمد عبدو. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ لعام 2021-2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي. يأتي ذلك بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030. عقدت وزارتا الموارد المائية والري والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاً عبر تقنية فيديو كونفرنس لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021-2022. شهد الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بكافة جبهات وزارة الموارد المائية والري لاستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية أو لتنفيذ مشروعات جديدة. في أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجع سعر الذهب قليلا عن مستوى 1900 دولار للأوقية مع تراجع القلق بالأسواق بشأن الأزمة الأوكرانية. أما على الصعيد المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 709 جنيهات للجرام، وعيار 21 وصل إلى 827 جنيها للجرام، عيار 24 945 جنيها للجرام، أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 6616 جنيها. إلى أسواق البترول العالمية، حيث أنهت أسعار النفط تداولاتها العالمية على تفاوت مع غموض جيوسياسي بشأن الأزمة الأوكرانية وآمال في زيادة الإمدادات النفطية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى 93.54 دولارا للبرميل، بينما صعد الخام الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% عند 91.7 دولارا للبرميل. قال وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر إنه من الضروري استمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون والأقل تكلفة في الإنتاج. كانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن خطة لخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، وقالت إنها ستستمر أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة. سجلت روسيا التي لم تفرض أي قيود تقريبا على اقتصادها منذ بداية الوباء ارتفاعا سنويا بنسبة 4.7% لإجمالي الناتج الداخلي لديها عام 2021. وبين القطاعات التي شهدت أسرع نمو الفنادق والمطاعم والثقافة والرياضة وتجارة الجملة والتجزئة بالإضافة للإنتاج الصناعي. في المقابل ذلك بلغ التضخم نحو 7% مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل خاص. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى هبة ومحمد. إليك. شكرا لك رغدة. عقدت قائمة مهندسون في حب مصر مؤتمرها الانتخابي في محافظة الأقصر في مستهل جولتها بمحافظات الصعيد. يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد نقابة المهندسين لعقد انتخابات النقابة لعام 2022 والمقرر إجراؤها في 25 من شهر فبراير الجاري. بالتزامن مع استعدادات نقابة المهندسين لعقد انتخابات النقابة لعام 2022 والمقرر إجراؤها في 25 من شهر فبراير الجاري، انطلق المؤتمر الانتخابي لقائمة مهندسون في حب مصر في محافظة الأقصر في مستهل جولتها بمحافظات الصعيد. برنامج الانتخابي بتاعنا مبني على ثلاث محاور مهمين جدا، أول حاجة شباب المهندسين، تاني حاجة الاستمرار في تقديم خدمات متميزة، ثالث موضوع اللي هو دعم النقابات الفرعية كل فيما يخصه في كل المشروعات اللي بنأمل أنها تقدم خدمات متميزة للمهندسين، ومحور رابع خاص بالمعاشات وزيادة الإيرادات وزيادة معاشات الزملاء المهندسين الموجودين. معالي النقيب رد على كل الاستفسارات، شرح ما تم إنجازه في 4 سنوات في شتى المجالات، في كل ما أثير سواء من صندوق المعاشات، تعويض العجز اللي كان موجود بحوالي 500 مليون في 4 سنوات، زيادة الموارد للنقابة بما حقق فائض حوالي 1.9 مليار جنيه في 4 سنوات فقط رغم كوفيد-19. وتوافد عدد كبير من المهندسين على نادي التجديف بالأقصر لحضور مؤتمر المهندس هاني ضاحي وقائمته الانتخابية التي تضم 11 مهندسا في التخصصات المختلفة. واستعرضت قائمة مهندسون في حب مصر الإنجازات التي حققتها القائمة خلال الدورة الماضية والأولويات التي ستسعى القائمة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. نحولنا عجز تراكمي قدره 500 مليون جنيه لفائض تراكمي قدره 2.25 مليار جنيه، ده طبعا إنجاز ما حصلش في تاريخ النقابة، بنفتخر به جميعا كهيئة مكتب وكمجلس وكنقابات فرعية. بالإضافة أن هذا الكلام تم، إحنا طورنا العديد من المقرات، طورنا العديد من النوادي، دعمنا الأنشطة زي أنشطة التدريب وأنشطة الإسكان، الأنشطة المتعلقة بمزاولة المهنة، الأنشطة المتعلقة بالرعاية الصحية. هذا الكلام كله حصل فيه طفرة كبيرة جداً حققناها في ال4 سنين اللي فاتت. احنا عندنا يوم الاستحقاق الانتخابي يوم 25، وده للنقيب الفرعي ومجلسه واعضاء الشعب على مستوى الجمهوريه اللي هم 7 شعب. اليوم ده ان شاء الله يوم 25 هيبقى فيه 3 ورقات للناخب اللي هو ينتخبه من المهندس، يعني ورقه منها اللي هياخدها كل شعبه، يعني حسب شعبه كل مهندس، سواء مدني او عماره او ميكانيكا او كهرباء او كيمياء او بترول او غزل ونسيج.
الورقتين التانيين اللي هو النقيب اللي هيختار النقيب بتاعه الفرعي بتاع المحافظه بتاعته ومجلس النقيب اللي هو بيستحق ليه كل الاعضاء كلهم اسكان اي شعبه. اليوم الثاني ان شاء الله اللي هو يوم 4/3 برضو هيبقى فيه ورقتين، هو ورقه النقيب العام على مستوى الجمهوريه والورقه الثانيه اللي هي الاعضاء المكملين. الهدف من الجوله هو عرض الانجازات والفعاليات ونشاطات النقابه خلال الاربع سنوات الماضيه وتقديم الرؤيه لما هو قادم ان شاء الله لو تم استكمال المجلس الحالي برئاسه معالي النقيب هاني ضاحي. برنامج ان شاء الله باذن الله في نقابه المهندسين اللي انا طبعا ادعم الشباب وخصوصا انا بمثل فئه الشباب، وخلال مواجهه الشباب لسوق العمل وازاي تاهيله لسوق العمل بالاضافه للتدريبات اللي احنا المفروض ناهل بيها الشباب، وبالاضافه لشيوخ المهنه اللي احنا لازم نهتم بيهم، الرعايه الصحيه وتنميه الوضع اوضاع النقابه كلها في اتجاه رؤيه الدوله 2030 والتنميه المستدامه. اتكلمنا عن بعض ملامح البرنامج الانتخابي الخاص بينا، ومن اهم الحقيقه الملامح دي هو ملف الشباب، ويمكن احنا في الفتره الاخيره مصر بتشهد طفره كبيره جدا في مجال الانشاءات، ومن هنا كان في فرصه للشباب في ملف رياده الاعمال، وهنا الدوله الحقيقه بتدعم الشباب في هذا الملف عن طريق توفير بعض القروض يتم سدادها على فترات طويله، وبنفس الوقت بتبقى الفائده بتاعتها قليله، وده شجع الشباب في الفتره الاخيره على اللي هي تبتدي مشروعات ناشئه تحولها الى افكار وتشارك في المشروعات القوميه زي العاصمه الاداريه الجديده ومدينه العالم. وتحظى ملفات شباب المهندسين وتوفير فرص العمل واستكمال مشروعات تطوير النقابات والانديه وتطوير الرعايه الصحيه والمعاشات بأولوية خاصة لدى قائمة مهندسون في حب مصر التي تخوض الانتخابات على كافة المقاعد. والآن إلى جولتنا الرياضية في نشرة التاسعة. رغد أبو ليلى معها أخبار الرياضة. شكرا لكما. والآن مع الأخبار الرياضية. أهلا بكم من جديد. تعادل نادي الزمالك بدون أهداف مع مضيفي ساغرادا سبرانسا الأنغولي بالعاصمة لواندا ضمن منافسة الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين ليستقر بالمركز الثالث في مجموعته، فيما يتصدر ترتيب المجموعة بيترو أتلتيكو الأنغولي برصيد 4 نقاط، وخلفه الوداد المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط. في الدوري الإنجليزي الممتاز قلب ليفربول تأخره أمام ضيف نورويتش سيتي إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 26. أحرز أهداف ليفربول ماني ومحمد صلاح ولويس دياز، ويعد هذا الفوز الخامس على التوالي بالدوري لليفربول ليرفع رصيده إلى 57 نقطة يحتل بها المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر ب 63 نقطة. تتواصل فعاليات بطولة الجمهورية لتجديف الصالات الأرجومتر التي نظمها مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، وأقيمت البطولة بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 ناديا من مختلف أنحاء الجمهورية. هذا ويولي الاتحاد مسابقات تجديف الصالات اهتماما كبيرا، خاصة بعد أن استطاع أن يتأهل لبطولة العالم لتجديف الصالات لتصبح بذلك مصر أكبر دولة إفريقية لديها عدد متأهلين للبطولة. بطولة النهاردة دي بطولة الجمهورية بيشارك فيها أكثر من 450 لاعب، دول وصلوا هي للتصفيات اللي هي النهائية، وبتمثل طبعا ناشئين وسيدات ورجال وتحت 23 سنة. المنافسة قوية جدا، في أكثر من 12 نادي مشارك في هذه البطولة، ودي اللي هي يعني نهائي الموسم الرياضي بالنسبة للتجديف داخل الصالات. بطولة الجمهورية لتجديف الصالات بتعتبر من أقوى وأهم البطولات اللي بتتعمل على مستوى الجمهورية، نظرا لطبعا عدد المشاركة الكبير، بنتكلم في 450 لاعب، وإنه الأندية بتكون من مختلف أنحاء الجمهورية. البطولة تقريبا كده من أقوى بطولة الأرجومنتر اللي أنا دخلتها تقريبا، هي البطولة دي فعلا، يعني فعلا يعني كل واحد لازم ينافس عشان خاطر يستحق المركز الأول اللي هو جابه. بصراحة منافسات كانت صعبة جدا النهاردة، يعني أنا 2000 متر نزلتها الحمد لله فيها مركز اول، كانت في روح وكان في عدد كبير من الناس في البطوله. كان سباق 2000 متر تمام، جبت الحمد لله اول،
هو كان سباق تقيل حبتين، كان كلها شد وبتاع، بس الحمد لله يعني جبت اول. انا بلعبها من وانا عندي 12 سنه. المنافسه النهارده كويسه، السباقات صعبه ومتنظمه كويس البطوله، وجبت الحمد لله اول في 1000 متر. نهاية الأخبار الرياضية، عودة من جديد إلى هبة حسين ومحمد عبدو. إليك، أشكرك رغدة. رغم التحديات والأزمات، لا يخلع لبنان عباءة الفن والبهجة والتفاؤل دائما وأبدا. فبعد توقف لعام عاد مهرجان البستان الدولي يصدع في بيت مري بجبل لبنان. بعد توقف لمدة عام بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، بالإضافة لتداعيات فيروس كورونا، ها هي أصوات الغناء والموسيقى ترتفع مجددا في مهرجان البستان الدولي في بيت مري بجبل لبنان. كل سنة أحلى، أنا بلاقي كل سنة أحلى. هالسنة في محبة أكتر، في رغبة أكتر، الناس اشتاقت أكتر، هيدا فيني أقوله. كل سنة حلو بس هالسنة مرغوب أكتر. المهرجان بيعطي فرح للناس، بيعطي أمل. المهرجان الذي يتضمن 13 حفلاً كلاسيكياً لموسيقيين وفنانين عالميين ولبنانيين، افتتح بحفلة أوبرالية أحيتها السوبرانو اللبنانية الكندية جويس الخوري، رافقها مدير المهرجان الفني يان لوكا ماريتشيانو عزفاً على البيانو. صرنا مشتاقين كتير للحفلات الموسيقية والفنية عامة بلبنان. صرنا سنتين تقريباً الحياة الفنية موقفة بلبنان، يعني أول خطوة بعتاد هالسنة عاملين الشباب هون بالبستان. ويستمر المهرجان حتى 13 من مارس المقبل، ونظرا للظروف الاقتصادية قررت لجنة المهرجان أن يكون سعر التذاكر واحدا لكل الحفلات بقيمة 350 ألف ليرة، على أن تكون حفلة 22 من فبراير مجانية وتحمل عنوان يوم لم ينتهي. هذا ومن المقرر أن يختتم المهرجان بحفلة أوبرا من أجل السلام مع السوبرانو الأيرلندية كاتلين نوريتشي. إذن هو مهرجان فني موسيقي انتظره اللبنانيون لاستعادة بعض من السعادة الغائبة. والآن مع أخبار الطقس. رغدة أبو ليلى تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة. عليك رغدة. شكرا لكم. والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 19-10 الطقس مائل للبرودة، الإسكندرية 19-10 مائل للبرودة، مطروح 19-10، بورسعيد 19-12، الإسماعيلية 20-9. ننتقل إلى السويس 18-10، العريش 19-11، طابة 16-14، شرم الشيخ 21-15، الغردقة 20-14. أما عن الأقصر ف20-9، أسوان 21-10، الوادي الجديد 22-7، شلاتين 23-12، أخيرا حلايب 20-12. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
نترككم الآن مع لقطة اليوم. بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة، بقي أن نذكركم بأبرز عناوينها. رئيس مجلس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية وتحريك المعدات اللازمة لمواجهة آثار سقوط الأمطار. العاصمة الإدارية الجديدة تحصل على جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة 2021. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده لا تسعى للحرب ويطالب بجدول زمني بشأن الانضمام لحلف الناتو. وصلنا لختام نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع حضراتكم، مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور، ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. البرد شغالة ورجعنا تاني لموجات البرد القارس، لازم كلنا نقفز يا جماعة. خلوني الأول بس أشكركم، شكرا جدا ليكم وشكرا لكل صناع التاسعة، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.